مع زحمة الأحداث العالمية من وضع اقتصادي متأزم طايل دول العالم كلها وغزو روسيا لأوكرانيا، أحياناً يتوارى عن المشهد واحد من أسخن الملفات اللي بتنخرط فيها مصر وهو ملف السد الإثيوبي. طبعاً كلنا شايفين السياسة الإيجابية النشطة اللي بتمارسها مصر تجاه الحرب في أوكرانيا واللي أثبتت أن مصر حاضرة في الصراع. مثلاً رئيس أوكرانيا زيلينسكي اتصل بالرئيس السيسي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، سبقوا اتصال جمع بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وزيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو لحل الأزمة. ومع الزخم والتركيز الدولي حول الحرب الروسية في أوكرانيا، سرعت إثيوبيا بالإعلان عن بدء الملء الثالث للسد الإثيوبي. الأمر اللي بيخلينا نسأل، يا ترى عين القاهرة باتت مشغولة بما يحدث في الاتجاه الشمالي عما يدور في الجنوب؟ هل اقتنصت إثيوبيا الفرصة للفكاك من الكماشة المصرية؟ هل مصر فعلاً عاملة كماشة على إثيوبيا لحد اللحظة؟ وهل الخط الأحمر اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساس بحقوق مصر المائية بعد تعويم السفينة إيفر جيفن، هل حد تعدى الخط ده؟ وإيه أخبار تطورات بناء السد الإثيوبي؟ وهل فعلاً قام بتوليد الكهرباء زي ما أعلنت إثيوبيا؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أعتقد مفيش أدب ساخر ممكن يقدر يوفي النظام الإثيوبي حقه، فلك أن تتخيل أن النظام الإثيوبي اللي بيحشد إعلامياً وسياسياً لسد النهضة كأنه مخرج الشعوب الإثيوبية كلها من الفقر والبطالة والجهل إلى وضع مختلف تماماً. أصبح هذا النظام منذ نوفمبر 2020 في حالة حرب أهلية بكل معاني الكلمة، حرب خلفت حتى اللحظة دخول أكثر من 500,000 شخص في مجاعة وتدمير الجيش الفيدرالي الإثيوبي وخاصة تشكيلات المشاة واستنزاف قدراته حتى على التعبئة وتدمير استجابته للتهديدات لأي غزو خارجي مباشر. ده غير طبعا ارتكاب النظام الإثيوبي لجرائم حرب أدنها المنظمات الأممية في أكتر من تقرير. تخيل أن نظام بدائي ومجرم زي ده بيتم تسويقه إقليميا وعالميا لدرجة أنه لو قص شريط على مشروع خردة بيتم إبرازه على أنه إنجاز كبير جدا، وكمان بيتم التسويق ده على منصات السوشيال ميديا أن الإنجاز الكبير اللي المفترض ده موجه ضد مصر اللي دايما بيصوروها على أنها مرغمة على تقبل الوضع، في حين أن مصر هي من خلقت وصنعت قواعد اللعبة وحنشوف إزاي. لو سألتك إثيوبيا بدأت ملء السد أكيد هتقولي أنها نفذت الملء الأول والتاني. اسألوا نفسكوا كده وحتلاقي ان دي اجابتكم، لانكم اتعرضتوا للاجابة دي في كتير على التايم لاين بتاعكم، وده بالتأكيد ظهر على التايم لاين بتاعكم لان كل غالبية وكالات الانباء نقلت اخبار الملء كأنها واقع لا يقبل التشكيك. نفس الموضوع اتكرر في مسخرة توليد الكهرباء من السد. طيب فين الحقيقة؟ الحقيقة اللي بتثبت ان مصر هي من صنعت قواعد اللعبة وهي الطرف الوحيد التي لا تجرؤ إثيوبيا ومن يقف خلف إثيوبيا على المساس بحقوقها المائية. فين الحقيقة اللي مش هتتعرضوا ليها كتير على الفيسبوك بتاعك؟ بص يا سيدي، سعة تخزين السد الإثيوبي هي 74 مليار متر مكعب، وهي بالضبط حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل. يعني واضح أن المشروع ده معمول بالأساس لامتلاك أوراق ضغط على مصر، وخاصة بعد فشل الضغط بورقة الإرهاب أو الدفع بتوريط مصر في سوريا وليبيا منذ بداية الأزمات فيهما. ولكن الحقيقة اللي مش هتسمعها كتير إنه عشان إثيوبيا تقدر تخزن الكمية دي لازم تعمل الآتي: أولاً تنهي العمل تماماً في بناء السد وتصل به لارتفاع 595 متر وهو أمر لم يتحقق حتى الآن. ثانياً تنهي العمل في تجهيز بحيرات السد والممر الأوسط والتوربينات وهو أمر لم يتحقق. ويكفي أنك تعلم أن إثيوبيا قللت عدد توربينات السد من 16 إلى 12 توربين، ومن هذه التوربينات الـ 12 مفيش ولا واحد شغال. من النقطتين دول خليني أسألك سؤال أخير: في الملء الأول والتاني المفروض إثيوبيا كانت خزنت قد إيه من المياه؟
طبقاً للجدول المعلن من إثيوبيا، فإن كمية المياه المخزنة المفروض تصل إلى 18.5 مليار متر مكعب، وإن الكمية دي يا فندم كافية لتوليد الكهرباء وتشغيل أكتر من توربين. بس تعال بقى نشوف الواقع أو الحقيقة. تعرف إنه إثيوبيا فشلت في الملء الأول والثاني وفشل زريع كمان. الملء الثاني كان مقدر إنه يكون 13.5 مليار متر مكعب، أهو إثيوبيا خزنت فقط 3 مليار متر مكعب من المياه، وبكده وصلت المياه في خزانات السد حوالي 8 مليار متر مكعب، ودي نسبة ضئيلة جدا جدا ولم تؤثر بأي شكل من الأشكال على حصة مصر أو السودان من المياه، بل بالعكس حصل فيضانين في النيل، وكأن القدر بيسخر من هؤلاء اللي توهموا للحظة إنهم قادرين على المساس بحقوق مصر أو حتى تعطشها. أما السخرية القدرية بجد فهي في اللي رصدته صور الأقمار الصناعية منذ أيام، حيث انخفض مخزون المياه في بحيرة السد بواقع مليار متر مكعب بحاله، وأصبحت كمية المياه المخزنة حوالي 7 مليار متر مكعب، يعني المياه المخزنة نقصت في خلال 3 أسابيع فقط. ومش بس كده، ده التوربين اللي إثيوبيا قالت إنها شغلته اتعطل للمرة التانية، وده بسبب تصريف المياه من خلال فتحتي التصريف بمعدل يصل إلى 30 مليون متر مكعب، ما يعني عدم قدرة التوربين الذي أطلقته إثيوبيا على العمل. وفي ذلة لسان قال وزير الري الإثيوبي إنه بالمعدل ده لن يتم ملء السد إلا بعد 13 سنة، علماً إن مصر كانت بتطالب بالملء على 7 سنوات حتى لا يؤثر على حصتها، وكانت إثيوبيا بتقول هنملى السد كله في 4 سنين. وبكده تنهار أمال إثيوبيا في التطرق حتى للملء الثالث، لأنه يتوجب عليها رفع الممر الأوسط والجانبين إلى 595 متر، وهو ما يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وهو ما يصعب بالفعل عمله قبل موسم الفيضان القادم اللي هو هيبدأ كمان 3 شهور. يعني مفيش نقطة مية واحدة هتنقص من حصة مصر، وإن كل التصريحات الإثيوبية دي دعاية لإخفاء الفشل أمام الشعوب الإثيوبية المتنحرة، ومحاولة بائسة لاستفزاز مصر والمصريين لتأخذ مصر أي خطوة متهورة غير محسوبة. وبذكركم بكلمة الرئيس، مفيش حد يقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عاوز يجرب يجرب. الرئيس السيسي قائد قليل الكلام، لما يقول جملة زي دي تعرف على طول تفسر يعني إيه 12 توربين في جسم السد مش شغال منهم ولا توربين واحد، وإنه بعد مضي 11 سنة على بناء السد لم ينجح حتى اللحظة في منع نقطة مية واحدة عن حصة مصر، ولم ينجح في جر مصر لطاحونة حرب عصابات في إقليم إثيوبيا. انتصارات مصر تحسم بدون طلقة رصاصة واحدة، تأمل هذه الحقيقة. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.